السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شاهدوا كيف كانت ردة فعل مواطن فلسطيني على تيف وانصار مولودية الجزائر على فلسطين. تابعوا معنا هذا الفيديو. بعد ما الجزائر رياض محرز دعم القضية الفلسطينية ورفع علم فلسطين داخل الملاعب الأوروبية، الشعب الجزائري ما زال يدعم القضية الفلسطينية جماعة الخير في مباراة لنادي جزائري رفعوا فيه أجمل تيفو دعما لغزة ودعما للقضية الفلسطينية، وضعوا فيه علم فلسطين وصورة الملثم. أقسم بالله تحية كبيرة للشعب الجزائري لأنه من أكثر الشعوب اللي دعمت القضية الفلسطينية وغزة داخل الملاعب وخارجها. تحية كبيرة لشعب الجزائر، أقسم بالله لكم بس تحطوا على الجروح بتداووه، أحلى شعب والله العظيم. نحن وصغار أهلنا بيحكوا لنا إنه الشعب الجزائري بيحب أهل فلسطين وبيحب يدعم القضية الفلسطينية. تحية كبيرة للشعب الجزائري.